هل مرضت ذات يوم ودعوت الله وتأخرت الاستجابة؟ وهل قرأت القرآن على نية الشفاء أو الرقية الشرعية ولم تشفى؟ سوف نتأمل هذا اليوم 7 أشياء تؤخر الشفاء وإليك العلاج. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أيها الأحبة، كثير وكثير من الناس يقرأ الرقية الشرعية مرات ومرات ولكن لا يحدث تحسن أو شفاء أحيانا يعني. طيب ما هو الحل ولماذا يحدث هذا معنا؟ الحقيقة أخي الحبيب، كل دعوة لابد أن تستجب، وكل نية صادقة لابد أن يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يحدث أن هناك أشياء تمنع هذا الأمر، والسبب هو أنت، لأنك ينبغي أن تثق بالقرآن أكثر من ثقتك بأي شيء. ينبغي أن تثق بقدرة الله أكثر من ثقتك بالأسباب المادية. فأحيانا يحدث هذا التأخر في الشفاء لمصلحتك أنت، حتى تصحح هذه العقيدة، حتى تصل لمرحلة اليأس من البشر، تيأس من العباد ولا يبقى أمامك إلا رب العباد سبحانه وتعالى، فتلجأ إليه بصدق وإخلاص، والله ينجيك ويشفيك في هذه الحالة. طيب، هذه الأشياء التي تمنع حدوث الشفاء. أولا أخي الحبيب، من الأشياء الخطيرة جدا مشكلة الخوف من المستقبل، ووراء هذا الخوف الشيطان. أنا لدي آية لابد أن نحفظها جميعا، كما تحفظ اسمك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا أي خوف تتعرض له حقيقة، وبخاصة إذا كان خوف من الرزق، قلة الرزق، خوف من عدم الشفاء، خوف من ضيق الحال، خوف من شخص معين وهو لا يضر ولا ينفع، كما نعلم الذي يضر وينفع هو الله. هذه المخاوف أخي الحبيب، وراء هذه المخاوف الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فإذا جعلت خوفك من الله فقط، ثق تماما أن الله عز وجل سيبعد عنك مخاوف الدنيا، لأن الشيطان مرتبط بالدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. إذن عندما أخاف من حدوث شيء وأنسى قدرة الله تعالى، إذن هذه قلة ثقة بالله. فالله يؤخر الشفاء حتى يصبح لدي ثقة كاملة أنه هو الذي يشفي، وهو الذي يهيئ الأسباب، والأطباء والأدوية هي مجرد وسائل، ولكن الذي يحرك هذه الوسائل هو الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أخي الحبيب، كثير من الناس يعجل على الشفاء. طيب، قد يكون هذا المرض فيه مصلحة لك، هنا يأتي دور الصبر. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه بمرض مثلا ليجعله يصبر، فيعطيه ثواب الصبر. لاحظت معي معادلة بسيطة جدا: إنسان سريع الغضب، ينفعل بسرعة، يتضايق بسرعة، يخاف بسرعة، يحمل كثير من الهموم، يخاف من المرض، يبتليه الله بالمرض. مع أنه يقرأ القرآن، الله هنا عز وجل يتدخل ويؤخر الشفاء لمصلحتك أنت، ليعلمك قوة الصبر.
ليعلمك كيف تتوجه إلى الله. الله يحب أن يسمع دعاء العبد المؤمن، وبالتالي كلما طال المرض كثر الدعاء وكثر الذكر وكثرت قراءة القرآن وكثرت اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثر الصبر، وكل هذه ترفع درجتك عند الله عز وجل. لذلك عود نفسك على الصبر أخي الحبيب، فقلة الصبر تؤخر الشفاء. القضية الثالثة كثرة الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام حذر عندما جاءه أعرابي قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، ثم قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، لأن النبي يريد أن يعلمنا هنا القوة المدمرة للغضب، يدمر القلب. الأطباء اليوم أطباء القلب يحذرون بشدة من نوبات الغضب، قد تكون قاتلة لك. الغضب والانفعالات هذه العنيفة تؤثر على نظام المناعة، تؤثر على القلب، تؤثر على الدماغ، تؤثر على ضغط الدم وغير ذلك، وبالتالي تجد أن الإنسان الهادئ المتوازن الذي لا يغضب لا ينفعل المتسامح يكون أكثر صحة من الإنسان كثير الغضب. هنا أخي الحبيب المرض قد يعلمك قلة الغضب، أو قد يكون علاجا لك، لأنك ماذا ستفعل؟ مهما غضبت لن تستفيد شيئا، فتصل إلى مرحلة عندما يطول المرض ويتأخر الشفاء، تصل هنا إلى مرحلة التسليم الكامل لله عز وجل. عندما تصل إلى هذه المرتبة يحدث الشفاء. فأنت إذا أردت أن تعجل الشفاء سلم أمرك تماما لله وتوكل توكلا حقيقيا على الله، وسوف ترى العجائب بإذن الله سبحانه وتعالى. القضية الرابعة أخي الحبيب، وهي قضية مهمة جدا فقدناها نحن اليوم، عندما يمرض أحدنا يلهث إلى الدواء، إلى الإنترنت ليبحث عن علاج، يسرع إلى الطبيب يسرع، وهذه أمور فطرية طبيعية، ولكن الله يريدك أن تلجأ إليه أولا، هو سيسخر لك الأسباب. يعني بدلا من أن تلجأ للمخلوقات التي خلقها الله، سواء أدوية أو أغذية أو أعشاب أو أطباء، وكل هذا مخلوقات لله سبحانه وتعالى وهي أسباب، إلجأ إلى الله مباشرة واسأل الله أن يهيئ لك أسباب الشفاء، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يوفر عليك الوقت والجهد والمال، ويهيئ لك يسخر لك من يعطيك معلومة. أحيانا قد تكون أو قد يكون الشفاء في معلومة معينة، ولكن جهلنا بهذه المعلومة يؤخر الشفاء. لذلك لابد من الثقة بالله. عود نفسك على أن تثق بالله ثقة حقيقية، والقرآن يكون شفاء لك إذا وثقت بشفاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ وإذا مرضت، قال سأذهب إلى فلان أو سأخذ العلاج، قال وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء الله لك يهيئ الأسباب، لاحظت؟ يعني كن أنت مع المسبب تجد أن الأسباب أصبحت بين يديك، وإذا أردت أن تسرع الشفاء ثق بالله ثقة مطلقة أنه هو القادر على شفائك. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة سوف يتحقق الشفاء إن شاء الله. القضية الخامسة أخي الحبيب، أن إيماننا بالدنيا ورغبتنا بالدنيا طغت على الآخرة. الدنيا وردت 115 مرة في القرآن، والآخرة 115 مرة. يقول لك يجب أن تكون متوازن،
كما أن الله كرر أو ذكر الدنيا والآخرة بنفس العدد، فأنت كن متوازنا. الدنيا مطلوب منك أعمال محددة تقوم بها، العمل والحياة والأولاد والأسرة إلى آخره، ولكن الآخرة أيضا مطلوب منك أن تتذكرها، يعني أنت تتذكر كل شيء في دنيا فانية وتنسى الموت، لا تتذكره وهو مصيرك المحتوم، تنسى القبر، ماذا ستفعل في قبرك بعد الموت؟ ماذا ستفعل يوم لقاء الله؟ ماذا ستفعل بأعمالك السيئة في الدنيا؟ إذن أخي الحبيب، هنا الله عز وجل يصور لنا حالة المؤمن العالم بالله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، المؤمن في حالة حذر لا يطمئن قلبه حتى يلقى الله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. فإذا القضية تحتاج إلى علم، فالمرض أحيانا يتأخر، وقد تصل إلى مرحلة من اليأس أن الشفاء لا يحدث، ولكن هذا لأن الله يحبك، الله يحبك سبحانه وتعالى، فيريدك أن تتذكر الموت وتتذكر الآخرة. تجد المريض يعزف عن الدنيا، عن الملذات، عن الشهوات، عن الرغبات، وغالبا ما يبدأ يفكر بالله عز وجل، يدعو الله، يقرأ القرآن، يفكر بالآخرة. إذن المرض له فائدة أخي الحبيب. لماذا خلق الله المرض؟ لكي يذكرك بمرض الموت. فإذا كنت منغمسا جدا في الدنيا يأتي هذا المرض ليذكرك بالآخرة. القضية السادسة أيضا للأسف ابتعدنا عنها كثيرا، أصبحنا نقرأ القرآن ولكن لا نثق بكلام الله. يعني كلنا يحفظ الآية الكريمة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كم واحد تدبرها وطبقها في حياته؟ هل أنت بالفعل تثق أن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ إذن لماذا تلهث وراء الدنيا إذا كان الرزق مكتوب ومحدد؟ إذن أنت تقرأ القرآن ولكن لا تتدبر القرآن. قضية تدبر القرآن مهمة جدا. المريض حقيقة في حالة مرضه لديه فرصة ووقت لتدبر القرآن أكثر، يشعر بنعمة الصحة، يشعر بنعمة القوة حسب مرضه. طبعا هناك إنسان مريض لا يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يتحرك، يشعر بقيمة كل هذه النعم. وبالتالي إذا أردت أن تسرع الشفاء تدبر القرآن، وبخاصة آيات الشفاء. يعني أنا عندما أقرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ينبغي أن أعتقد، أستيقن أنه بالفعل هذه الكلمات تشفي. سورة الفاتحة تشفي، آية الكرسي، المعوذتين، قل هو الله أحد، وآيات القرآن كله شفاء طبعا. فإذا اعتقدت جازما بذلك، ثق تماما، ستسرع عملية الشفاء ويكون القرآن شفاء لك، وستستفيد من مرضك هذا أنك أيقنت أكثر بكلام الله تبارك وتعالى. القضية السابعة أخي الحبيب، وهناك قضايا كثيرة ولكن أنا فقط لكي لا أطيل عليكم أقتصر على هذه الأشياء السبعة. داووا مرضاكم بالصدقة. نسينا الصدقة للأسف. يعني أحدنا يمرض فيفكر بكل شيء إلا الصدقة، وهذا خطأ كبير. بمجرد أن مرضت خصص ولو القليل
مما تنفقه على العلاج لفقير، لمريض آخر، لإنسان مبتلى، لإنسان محتاج، لإنسان يعني ضاقت به الدنيا. فالصدقة أخي الحبيب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة برهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما تتصدق فإنك تتخلص من الخوف من المستقبل، وتتخلص من الحزن على ما مضى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، هذا في الآخرة، ولكن في الدنيا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتخلص من الخوف والحزن، إذن أصبحت حياتك فرح. الحقيقة أخي الحبيب، الصدقة لها أجر عظيم جدا، وهي أحد أقوى أسباب تسريع الشفاء. فإذا أردت، إذا طال بك المرض، حاول أن تتصدق، أن تنفق. قد يكون هذا المرض تذكر لك بالصدقة، لأن أحدنا ينسى حقيقة بسبب مشاغل الدنيا وضغط المعلومات وضغط المشاكل والتزامات الحياة، ينسى الإنسان. يأتي هذا المرض ليذكرك بإنسان يعاني كما تعاني أنت، فتتذكر وتتصدق. إذن هذه الأشياء أخي الحبيب ذكرتك بها اليوم، أرجو أن يعني تكون نافعة لكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا كل علم نافع، ونعوذ به من علم لا ينفع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.